هاي مرحبا أصحاب، السلام عليكم. رمضان مبارك. اليوم أنا بدي أفرجيكم شغلة. في ناس كتير بتحب إنها تبعت رسالة على الخاص، رسالة خاصة على اليوتيوب، بس ما تعرف كيف. المهم راح نبلش. أول شغلة راح تروح على موقع اليوتيوب بهالطريقة، بعدها راح تيجي هون على المسج. هون في الرسائل اللي بتتبعت لك، التعاليق يعني، وهون في شي على جنب مساج تيجي عندها. بعدها راح تروح على هون أمي، تعمل كبسة. بعدها راح تروح على هون بارتاجي، تعمل هيك، وراح تيجي هون وتعمل كوبي، يعني تكبس عليه. لما تكبس عليه راح يعمل نسخ على الرابط. بعدها راح تطلع. اي واحد كان بدك اياه يحكي معك على الخاص راح تروح عنده. مثلا انا هون قناتي، تيجي تروح عنده، ايوه هيك، وتبعت له الرابط هيك، تنسخه وتبعته. هو لما راح يدخل عليه، هو لما راح يدخل عليه راح يقدر يحكيك رسالة خاصة. شفت انفيتاسيون، يعني انا كنت بعت له رسالة خاصة عشان يحكي معك على الخاص عن طريق اليوتيوب، وهيك تقدروا تحكوا خاص. مثل انا مثلا عندي رسائل من اصحاب لإلي عم بحكي معهم على الخاص.